الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كله ولك الشكر كله على ما أنعمت وأوليت اللهم كما أنعمت فزدنا من نعمك واجعلنا من الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وهدى وبشرى للمحسنين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أيضا فيقول عن الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد الثلاثة السرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وأما الواحد الفرد فهو رجب وإذا حيينا سنستقبل رجب بعد يوم أو يومين يهل علينا هلال رجب وهو إذان بقرب رمضان الشهر الذي ينتظره العباد السنة كلها وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بداية رجب كان يدعو فيقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فهو يحضر نفسه ويحضر أمته صلى الله عليه وسلم لاستقبال رمضان ليس صبيحة رمضان إنما في أوائل رجب يستعدون لاستقبال رمضان ومشهورة هي مقالة العلماء حول رجب بأنه شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد فمن أراد أن يحصد في رمضان فلا بد أن يزرع من رجب أن يبدأ الاستعداد في رجب وها نحن ذا مقبلون على رجب فلا بد أن نستعد لهذا الشهر العظيم أما ماذا عن ما ورد في الصحاح في فضل هذا الشهر علاوة على أنه من الأشهر الحرم كما ذكر الله تعالى وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص رجب بصيام خاص لم يصح لم تصح الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خص رجب بصيام خاص
ومشهورة قصة الرجل الباهلي التي رواها الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، أن رجلا باهليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم منه ثم رجع إلى قومه وعاد بعد سنة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعرفني؟ قال: من أنت؟ وهذا شيء عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على معرفة أصحابه، إنما لم يعرف الرجل، فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي جئتك السنة الأولى، السنة الماضية. قال: وما الذي غيرك؟ تغير الرجل، شحب لونه وقل وزنه وتغيرت ملامح وجهه، فقال: ما الذي غيرك؟ فقال: يا رسول الله، ما ذقت طعاما قط مذ فارقتك إلا بليل، يعني كنت صائما طوال السنة. يعني وهو ينتظر في هذا أن يسمع كلمة مدح من النبي أو مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اسمع ماذا قال له عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ تصوم السنة كلها يا رجل، من أمرك أن تعذب نفسك؟ يعني الشرع ما شرع الله، ليس ما اخترع الناس، وليس ما يستهويه الناس وما يراه الناس مناسبا لرضا الله أبدا. لا يعبد الله إلا بما شرع. وما من أمرك أن تعذب نفسك؟ هل لا صمت من الشهر يوما؟ فقال: إن بي قوة، فزدني يا رسول الله. قال: قل صم 3 أيام، وهي أيام البيض من كل شهر. فقال: إن بي قوة، فزدني يا رسول الله. قال: صم من الحرم، أي الأشهر الحرم، واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. هذا أصح ما جاء في الباب عن الصيام في الأشهر الحرم عنه صلى الله عليه وسلم، ونصيحته للباهلي أن يصوم من الأشهر ويترك، لا أن يواصل رجب كاملا وشعبان كاملا. إذا حيينا إن شاء الله نتحدث في شعبان عما صح من صيامه صلى الله عليه وسلم وإكثاره من الصيام في شعبان في صحاح الأحاديث، إنما لم يصح في رجب أنه صام رجب كاملا، إنما كان كعادته في كل شهر صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين فقال: إنه يوم ولدت فيه، وإنه يوم ترفع الأعمال فيه إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. فإذا استعدادنا لرمضان يبدأ من رجب. وما هي خصائص الأشهر الحرم؟ نعم، يعتمر الناس في رجب، وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب؟ خلاف بين أصحاب النبي أنفسهم صلى الله عليه وسلم، فمن قائل بأنه اعتمر في رجب وهو لم يصح أنه اعتمر إلا 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، فمن قائل يقول بأنه اعتمر في رجب، وعائشة تنفي رضي الله عنها تقول: لا، لم يعتمر في رجب صلى الله عليه وسلم. فأخطأ من قال بأنه اعتمر في رجب، وهي ترد على بعض أصحاب النبي كابن عباس وغيره الذين قالوا بأنه اعتمر في رجب صلى الله عليه وسلم. وهل صح أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ لم يصح،
في روايات ضعيفة جدا لم تصح أن الإسراء والمعراج كان في رجب. فإذا استعدادنا لرمضان يبدأ في رجب. مزيد المحافظة على الطاعات من الصلوات والسنن الراتبة، ومزيد قراءة للقرآن، ونحفز أنفسنا على الصيام كل اثنين وخميس تهيئة لرمضان، ونحفز أهلنا أيضا على أن يصوموا كل اثنين وخميس، وأن نزيد من تلاوتنا للقرآن استعدادا لرمضان، وأن نزيد من التزامنا بأوامر الله سبحانه وتعالى من غض للبصر وكف للسان والأيدي ومن تحسين للخلق. وليس هذا حكرا على رمضان، إنما مطلوب منا أن نكون كذلك في رمضان وخارج رمضان. وإن المتأمل فيما حولنا يرى أن الربيع أيضا دخل علينا، كما أن رجب سيدخل الربيع دخل. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: الدنيا حلوة خضرة. ومتى يكون هذا الاخضرار؟ في الربيع. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، سواء كان ربيع ولا سواء كان خريفا ولا كان رجبا ولا كان أي شهر من أشهر السنة، إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. المعول إذن على الأعمال. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا إذن إذا أردنا أن نستعد فيجب أن نتقي الدنيا، بمعنى أن لا نشغل قلوبنا بالدنيا، لا أن ننشغل بالدنيا ونشتغل بالدنيا، نتعامل مع الدنيا إنما لا نشغل قلوبنا بالدنيا. فاتقوا الدنيا، أي اتقوا انشغال القلوب بهذه الدنيا، واتقوا النساء، يعني اتقوا الفتنة، فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الجاه وفتنة المنصب. فإذا من دواعي الاستعداد أن يتذكر المرء هذه المعاني، أن الأمر بحاجة إلى اتقاء وتقوى. والتقوى عنوانها وتعريفها فعل المأمورات وترك المنهيات. فالمتقي هو الذي يفعل المأمورة ويترك المنهي. بمعنى آخر، المتقي هو المطيع لله تعالى. فأهل التقوى هم أهل الطاعة. فإذا أردنا أن ندخل في طاعة أكثر وأكثر في رجب استعدادا لرمضان، فلا بد أن نتقي الدنيا. وهذا لا يعني أن ننعزل عن الدنيا أبدا، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي احرص على أن تستعمل ما وهبك الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تنعزل عن الناس ولا تنعزل عن الدنيا، عش في الدنيا واختلط في الدنيا، إنما لا تجعل الدنيا تختلط بقلبك. والكيس من جعل الدنيا مطية للآخرة، من رأى في الدنيا معبرا للآخرة،
من جعل من الدنيا مفتاحا للآخرة. فربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في الدنيا لينظر كيف نعمل، وأعمالنا كما جاء في الحديث مدونة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يرون في كتاب أعمالهم الخير، ولا يجعلنا من الذين يرون في كتاب أعمالهم غير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بعهده وفى. Allah the Almighty mentioned in the Quran the number of the months in the book of Allah when He created the heavens and the earth are 12, of which are 4 sacred months. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that 3 of which are consecutive and 1 is alone. And these consecutive sacred months are Dhul-Qa'dah and Dhul-Hijjah and Muharram. And the one which is alone is Rajab. And it's been narrated as well that the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the beginning of Rajab, he used to say, "Oh Allah, bless us in Rajab and Sha'ban and bring us to Ramadan." It's an indication, clear message from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he is preparing himself, his community, his ummah to meet Ramadan, the very dear guest. So the preparation will not start Ramadan morning. It starts in Rajab. And this is how we seize the opportunity which Allah has given to us. So, in probably tomorrow or after tomorrow, we'll have Rajab amongst us. We'll start this very month. So let's see how did the Prophet sallallahu alaihi wasallam prepare himself in this special month, Rajab, which is the sacred month. He used sallallahu alaihi wasallam to prepare himself and his companions in this very awareness. And it's been narrated in Musnad Imam Ahmad and Sunan Ibn Majah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam met a person from a tribe of Bahila, and he's well known as Al-Bahili. And that person learned from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he went back to his tribe. And after 1 year, he came back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, "Do you know me?" The Prophet said no. He could not recognize him, which is very strange, because usually he's وسلم, very accurate in recognition of people and recognizing them. He said, "Who you are?" He said, "I'm X who visited you last year." He said, "What happened with you?" So he was very pale, very skinny, his face was changed, and he said, "What happened with you?" He said, "By Allah, I did not eat since I met you, but during the night." It means he was fasting for the last year, every day. So in return, sort of, he was expecting a praise from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or a word of praise, or along these lines. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam was angry with them, and he said, "Who asked you to torture yourself? Who asked you to torture yourself? Why don't you fast one day a month? Once a month?" He said, "I have more power. Give me more." He said, "Twice a month." He said, "I have more power. Give me more." He said, "3 days and every Monday and Thursday."
And then towards the end of that narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he kept asking, give me more, he said sallallahu alaihi wasallam, fast from the sacred months and leave. It means don't fast the whole month. And Rajab, one of these sacred months. So there's no authentic narration that he used to fast all Rajab sallallahu alaihi wasallam. We inshallah later talk about Sha'ban. We have authentic narrations about increasing his siyam in Sha'ban, but not in Rajab. But as any month, he used to fast Monday, Thursday, sallallahu alayhi wa sallam, and the three, which we call in Arabic, white days, 13th, 14th, and 15th. And this is the sunnah. So let's encourage ourselves to increase our siyam according to the sunnah in Rajab, as a preparation for Ramadan. Let's increase our recitation of the Quran. Let's prepare our families, ourselves, our communities, not on the day of Ramadan. Now, in Rajab, is the time for preparation. And the scholars used to say, Rajab is the month of planting the seeds. And Sha'ban is the month of watering the seeds. And Ramadan is the month of harvest. So if you want to have the harvest, you cannot harvest if you did not plant the seed. So this is the time then to plant these seeds and prepare ourselves, inshallah, for Ramadan. And amongst this preparation, we need to be aware of the fitan which we have around us from the dunya. Tribulations and tests and so on and so forth. In the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam stated that the world is beauty and green or verdant. And Allah is appointing you as guardians to see how you are going to do with it. So be aware of the dunya and be aware of women. Because the first fitna of Bani Israel was women. So we need then, as part of our preparation, to cut off our connectivity and our engagement, which distracts our hearts from being attached to Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to live in the dunya, but not to be occupied in our hearts with the dunya. And this is part of our preparation for Ramadan. Not only for Ramadan, for meeting Allah subhanahu wa ta'ala anytime. So this is the message which we can learn from the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we need to be prepared for Ramadan and above all for meeting Allah subhanahu wa ta'ala, which you never know when is that coming. It might be now, it might be tomorrow, it might be Allahu a'lam. So let's be prepared first to meet Allah, and then inshallah if we were to live to Ramadan, we'll meet Ramadan. Allahumma ya Rabbi ya Rahman, ya Badi'a as-samawati wal-ard, ya Dhal Jalali wal-Ikram. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اجعلنا من المتقين اجعل الدنيا بين أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين اللهم كن مع إخواننا في سوريا يا رب العالمين وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي أفغانستان وفي نيجيريا وفي ليبيا وفي تونس وحيثما كان ظلم وقهر يا الله يا الله يا الله فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعد لهذه الأمة عزتها وكرامتها بالرجوع إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا
وما أنت أعلم به منا مولانا رب العالمين. اللهم أعنا يا الله على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان، وأعنا على تلاوة القرآن، وأعنا على فهم القرآن، وعلى العمل بالقرآن ونشر القرآن، واجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الإيمان، ثبتنا على الإيمان، نحن والدينا وأبناءنا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.